بونجور جايز، معكم لينا. فيديو اليوم قررت انه اقضي نهار كامل as a K-pop idol. وK-pop idol نقيتها واحدة من my favorites اللي هي ليزا من بلاك بينك. فحبلش اعمل من A to Z، من الالف الى الياء، الروتين اللي هي بتعمله بقلب بيتها وكيف بتقضي نهارها. اوكي خلينا نبلش. انا رجعت مع غرة، قلتلها هيدي الرول لحتى تثبت. اوكي anyway، so اول شي ليزا بتعمله بالبيت اول ما تفيق انه هي بتهتم ببسيناتها وبالطعميون. هذا الشي هي قالته حسب مقابلة مع واحدة من المجلات. وبعد ما تطعمي بسيناتها بتنظف البيت وبعدين بتتروق. والشي البارت اللي كتير حلو انه هي ما بتعمل دايت محددة، بتاكل كل شيء وعبالها، بس قالت انه زادت شوية فواكه وخضرة اشياء صحية، بس بتقدر تاكل حيالها شيء بديه، المهم تعمل سبور. خلينا نبلش. اول شيء بدي احط اكل لكوكو و ابن الحلال عن ذكره بيبان صح النوم. بونجور، فقتي يا مامي؟ يوي. اول مشان هي نهتم بالبسينات. كوكو تشيك، صحن اكل جديد تشيك. وهلا صار وقت تنظيف البيت. الغرة كانت كتير متعبة واتشية فمضطرة شيلها. سو هادي ساندويش عملت خضرة مع جبنة سخنتها وعصير خضرة. خلصت الصف هلا. وحسب سكجول ليزا هي دايما تحضر كتير تي في بالبيت، فكرمال هيك انا هذا الشيء احب على قلبي جهزت نتفليكس ولح احضر نتفليكس. سو خلصت الصف وخلصت البروجرام اللي كنت عم بحضره. هلا صار وقت روح اعمل عشاء لانه ليزا كثير بتحب الطبخ، فكل الاكلات اللي حناكلها اليوم حتكون معموله بالبيت. رح اروح هلا على الملحمه اجيب لحمه ودجاج وارجع.
فيكن تعملون هيك مثل ستيل الدامبلينغ الصينية. هيدي لألي أنا مع لبن، وهيدي لهونجو هو هيك بحبها. الحلو كتير بحياة ليزا انه فيكن تاكلوا اللي بدكن اياه، بس ما يكون اوفر مش صحي، بس انه ان جنرال فيها نستمتع باللي بدنا اياه. سو انا هلا ظاهرة مشوار، فلبست كمان واحد من الاوتفيتس اللي هن انسبايرد باي ليزا، بحط لكم الصورة هون لما هي لبست هيدا الاوتفيت.